إن الحالات والحوادث الوراثية التي تصورها ماندل حول السيادة التامة بين المورثات لا تستطيع تفسير الكثير من التجارب الوراثية. لذلك هناك انحرافات في النسب المانديلية نتيجة التفاعل بين المورثات، حيث يوجد صفات وراثية لا تخضع في انتقالها من جيل إلى آخر حسب قوانين ماندل. ونحن نعلم أن العرب اهتموا منذ القديم بتربية الخيول، وقد عملوا على تهجين الخيول بهدف تحسين سلالاتها. وقد تبين فيما بعد وجود 3 جينات مسؤولة عن تكوين الألوان الشائعة في الخيول العربية الأصيلة. لذا اعتمدوا على معرفة الصفات الوراثية لكلا الوالدين، وبالتالي أصبح في مقدور المربين تحسين احتمالات الحصول على اللون الذي يريدونه. وقد وجد بأنه عند التزاوج بين سلالتين من الخيول، الأولى ذات لون أبيض كريمي والثانية ذات لون أحمر كستنائي، كان الجيل الأول كله ذا لون أسمر. ويفسر النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول بأن نمط الهجونة رجحان غير تام، حيث في هذا النمط من الهجونة لا يرجح أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام، إنما يحدث بينهما تفاعل مما يؤدي إلى ظهور نمط ظاهري جديد في الفرد متخالف اللواقع، وهو مزيج من النمطين الظاهريين للأبوين. فإذا رمزنا لمورثة الخيول ذات اللون الأبيض الكريمي ب كبيرة، ومورثة اللون الأحمر الكستنائي ب كبيرة، يكون النمط الوراثي للأبوين على الشكل الآتي: A كبيرة للبيضاء، وB كبيرة للحمراء. وبالتالي فاحتمال الأعراس للأبوين 1:1 A كبيرة للأب الأول، و1:1 B كبيرة للأب الآخر. ينتج الجيل الأول بنمط وراثي 1:1 A كبيرة B كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري خيول سمراء اللون. وإذا تمت عملية التهجين بين أفراد الجيل الأول ذات النمط الظاهري الخيول السمراء والتي تمتلك نمطا وراثيا A كبيرة B كبيرة، تكون احتمالات الأعراس لأفراد الجيل الأول 1:2 A كبيرة زائد 1:2 B كبيرة للأب الأول، و1:2 A كبيرة زائد 1:2 B كبيرة للأب الثاني. وبالتالي تنتج أفراد الجيل الثاني التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالتالي: 1:4 B كبيرة حمراء، 1:4 A كبيرة B كبيرة سمراء، 1:4 A كبيرة B كبيرة سمراء، 1:4 A كبيرة A كبيرة بيضاء. فنلاحظ بأن نسبة الأنماط الظاهرية الناتجة 1:2:1، وهي تختلف عن النسب المانديلية والتي هي 1:3. ويفسر ذلك بحدوث تفاعل بين المورثات أدى إلى ظهور نمط ظاهري جديد يحمل صفة وسطا بين الصفتين الأبويتين في الفرد متخالف اللواقع. ونلاحظ أيضا هذا النمط من الرجحان غير التام عند بعض أنواع النباتات. فعند إجراء التهجين بين سلالتين من نبات فم السمكة، الأولى حمراء الأزهار والثانية بيضاء الأزهار، كان الجيل الأول كله وردي. ويفسر النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول بعدم رجحان أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام، وإنما يحدث بينهما تفاعل، وينتج نمط ظاهري جديد وسط بين صفتي الأبوين في الفرد متخالف اللواقع. فإذا رمزنا لمورثة اللون الأحمر بالرمز R كبيرة، ولمورثة اللون الأبيض بالرمز W كبيرة، يكون النمط الوراثي للأب الأحمر R كبيرة R كبيرة، وللأب الأبيض W كبيرة W كبيرة. وبالتالي احتمال الأعراس للأبوين 1:1 R كبيرة للأحمر، و1:1 W كبيرة للأبيض. ومنه ينتج بأن جميع أفراد الجيل الأول تكون بنمط وراثي 1:1 W كبيرة R كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري وردي الأزهار بنسبة 100%. وإذا تمت عملية التهجين بين 2 من أفراد الجيل الأول ذات النمط الظاهري وردية الأزهار والتي تمتلك نمطا وراثيا W كبيرة R كبيرة، تكون احتمالات الأعراس لكل منهما 1:2 W كبيرة زائد 1:2 R كبيرة.
وبالتالي تنتج أفراد الجيل الثاني التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالتالي: 1:4 آر كبيرة آر كبيرة حمراء الأزهار، 1:4 آر كبيرة دبليو كبيرة وردية الأزهار، 1:4 آر كبيرة دبليو كبيرة وردية الأزهار، 1:4 دبليو كبيرة دبليو كبيرة بيضاء الأزهار. فنلاحظ نسبة الأنماط الظاهرية الناتجة 1:2:1، وهي تختلف عن النسب المندلية 3:1، ويفسر ذلك بحدوث تفاعل بين المورثات أدى إلى ظهور نمط ظاهري جديد يحمل صفة وسط بين الصفتين الأبويتين في الفرد متخالف اللواقح. وعند إجراء التهجين بين أحد أفراد الجيل الأول وردي اللون مع أحد أفراد السلالة حمراء اللون، ينتج لدينا أفراد بعضها أحمر والآخر وردي. فالنمط الوراثي للأب الأول الوردي اللون W كبيرة R كبيرة، وللأب الآخر أحمر الأزهار R كبيرة R كبيرة. وبالتالي يكون احتمال الأعراس للأب الأول الوردي 1:2 W كبيرة زائد 1:2 R كبيرة، وللأب الثاني الأحمر 1:1 R كبيرة. فيكون نصف الجيل الناتج يحمل النمط الوراثي W كبيرة R كبيرة الذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري وردي الأزهار، والنصف الثاني يحمل النمط الوراثي R كبيرة R كبيرة والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري أحمر الأزهار. وإذا قمنا بعملية إجراء التهجين بين سلالتين من نبات فم السمكة، الأولى حمراء الأزهار وطويلة الساق والثانية بيضاء الأزهار قصيرة الساق، ينتج لدينا جيل أول كله وردي الأزهار وطويل الساق. وبالتالي من النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول نستنتج أن النمط الرجحان هو رجحان غير تام بالنسبة لصفة لون الأزهار، لعدم رجحان أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام، إنما يحدث بينهما تفاعل وينتج نمط ظاهري جديد وسط بين صفتي الأبوين في الفرد متخالف اللواقح. ونمط الرجحان تام بالنسبة لصفة شكل الساق، لأنه ظهرت صفة أحد الأبوين الحامل للصفة الراجحة عند جميع أفراد الجيل الأول. فإذا رمزنا لمورثة اللون الأحمر بالرمز R كبيرة، ولمورثة اللون الأبيض بالرمز W كبيرة، ولمورثة طويل الساق بالرمز L كبيرة، ومورثة قصير الساق L صغيرة، يكون النمط الوراثي للأب الأحمر طويل الساق R كبيرة R كبيرة L كبيرة L كبيرة، وللأب الأبيض قصير الساق W كبيرة W كبيرة L صغيرة L صغيرة. وبالتالي احتمال الأعراس للأبوين هو 1:1 R كبيرة L كبيرة للأب الأول، و 1:1 W كبيرة L صغيرة للأب الثاني. ومنه ينتج بأن جميع أفراد الجيل الأول تقوم بنمط وراثي 1:1 W كبيرة R كبيرة L كبيرة L صغيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري وردي الأزهار طويل الساق بنسبة 100%. وإذا تمت عملية التهجين بين أحد أفراد الجيل الأول ذات النمط الظاهري وردية الأزهار طويلة الساق والتي تمتلك نمطا وراثيا W كبيرة R كبيرة L كبيرة L صغيرة، مع فرد أبيض الأزهار قصير الساق والذي يمتلك نمط وراثي W كبيرة W كبيرة L صغيرة L صغيرة، تكون احتمالات الأعراس لكل من الأب الأول 1:4 W كبيرة L كبيرة زائد 1:4 W كبيرة L صغيرة زائد 1:4 R كبيرة L كبيرة زائد 1:4 R كبيرة L صغيرة، وللأب الثاني 1:1 W كبيرة L صغيرة. وبالتالي تنتج أفراد الجيل الأول التي تحمل أنماطا وراثية وظاهرية كالتالي: 1:4 R كبيرة W كبيرة L صغيرة L صغيرة وردية الأزهار قصيرة الساق، 1:4 R كبيرة W كبيرة L كبيرة L صغيرة وردية الأزهار طويلة الساق، 1:4 W كبيرة W كبيرة L صغيرة L صغيرة بيضاء الأزهار قصيرة الساق، 1:4 W كبيرة W كبيرة L كبيرة L صغيرة بيضاء الأزهار طويلة الساق.
هذه الحالة من الرجحان وهي الرجحان غير التام، تحدث نتيجة التفاعل بين المورثات في الفرد متخالف اللواقع. ولكن ماذا لو حدث توازن بين الأليلين المتقابلين؟ ففي حالة التوازن بين أليلي الصفة الواحدة عند وجودهما في فرد متخالف اللواقع، يعبر فيها الفرد الهجين متخالف اللواقع بنمط ظاهري يمثل مجموع النمطين الظاهريين للأبوين، حيث تظهر لديه صفتا الأبوين معا. وهذا نمط آخر من تفاعل المورثات نسميه السيادة المشتركة أو الرجحان المشترك أو المتساوي. فمثلا عند التهجين بين سلالتين من نبات الكاميليا، إحداهما حمراء الأزهار والأخرى بيضاء الأزهار، ينتج لدينا أفرادا تظهر لديها ضمن الفرد الواحد صفة الأحمر والأبيض بشكل مختلط. وإن ظهور أزهار بلون أحمر وأبيض في نفس الزهرة هو ما نسميه رجحانا مشتركا، لأن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل نمط ظاهري جديد، أي تظهر لديه صفتا الأبوين معا. فإذا رمزنا لمورثة اللون الأحمر بالرمز R كبيرة، ولمورثة اللون الأبيض بالرمز W كبيرة، فيكون النمط الوراثي للأب الأول أحمر الأزهار R كبيرة R كبيرة، وللأب الآخر أبيض الأزهار بالرمز W كبيرة W كبيرة. بالتالي يكون احتمال الأعراس للأب الأول 1 على 1 W كبيرة، وللأب الآخر الأحمر 1 على 1 R كبيرة، لينتج الجيل الأول بنمط وراثي 1 على 1 R كبيرة W كبيرة، والذي يعبر عن نفسه ظاهريا بأزهار حمراء وبيضاء مختلطة عند جميع أفراد الجيل الأول. وإذا تمت عملية التهجين بين اثنين من أفراد الجيل الأول ذات النمط الظاهري الأحمر والأبيض المختلط، والتي تمتلك نمطا وراثيا W كبيرة R كبيرة، وبالتالي تكون احتمالات الأعراس لكليهما 1 على 2 R كبيرة زائد 1 على 2 W كبيرة، وبالتالي تنتج أفراد الجيل الثاني التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالتالي: 1 على 4 W كبيرة W كبيرة أزهار بيضاء، 1 على 4 R كبيرة W كبيرة أزهار حمراء وبيضاء، 1 على 4 R كبيرة W كبيرة أزهار حمراء وبيضاء، 1 على 4 R كبيرة R كبيرة أزهار حمراء. فنلاحظ أن نسبة الأنماط الظاهرية الناتجة هي 1 2 1، وتختلف عن النسب المندلية 3 إلى 1. والسبب أن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل نمط ظاهري، فتظهر صفتا الأبوين معا في الفرد متخالف اللواقع. وبالمثل إذا أجرينا التهجين بين سلالتين من نبات قرع الزينة، الأولى ثمارها صفراء والثانية ثمارها خضراء، تنتج أفراد الجيل الأول جميعها مخططة بالأصفر والأخضر، ويفسر ذلك بأن نمط الهجونة رجحان مشترك، أي أن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري الجديد في الفرد متخالف اللواقع، أي تظهر لديه صفتا الأبوين معا. فإذا رمزنا لمورثة اللون الأصفر بالرمز Y كبيرة، ولمورثة اللون الأخضر بالرمز G كبيرة، يكون النمط الوراثي للأبوين على الشكل الآتي: Y كبيرة Y كبيرة للأصفر، و G كبيرة G كبيرة للأخضر. وبالتالي فاحتمال أعراس الأبوين هو 1 على 1 Y كبيرة للأصفر و 1 على 1 G كبيرة للأخضر، لينتج لدينا كامل الجيل الأول بنمط وراثي 1 على 1 Y كبيرة G كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري ثمار مخططة بالأصفر والأخضر. وبتهجين اثنين من أفراد الجيل الأول ذات الثمار المخططة بالأصفر والأخضر والتي لها النمط الوراثي Y كبيرة G كبيرة، تكون احتمالات الأعراس لكل منهما 1 على 2 Y كبيرة زائد 1 على 2 G كبيرة، وبالتالي تنتج أفراد الجيل الثاني التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالآتي: 1 على 4 Y كبيرة Y كبيرة ثمار صفراء، 1 على 4 Y كبيرة G كبيرة ثمار مخططة بالأصفر والأخضر،
واحد على أربعة واي كبيرة جي كبيرة ثمار مخططة بالأصفر والأخضر، واحد على أربعة جي كبيرة جي كبيرة ثمار خضراء. فنلاحظ نسبة الأنماط الظاهرية الناتجة هي 1-2-1 التي تختلف عن النسب المندلية 3-1، والسبب أن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري، فتظهر صفتا الأبوين معا في الفرد متخالف اللواقح. وعند إجراء التهجين بين أحد أفراد الجيل الأول ذي الثمار المخططة بالأصفر والأخضر مع أحد أفراد السلالة خضراء الثمار، نتج لدينا أفراد بعضها أخضر الثمار والآخر ذو ثمار مخططة بالأصفر والأخضر. بالتالي فالنمط الوراثي للأب الأول جي كبيرة جي كبيرة، وللأب الثاني جي كبيرة واي كبيرة، واحتمال أعراس الأب الأول أخضر الثمار 1-1 جي كبيرة، بينما احتمال أعراس الأب الثاني مخطط الثمار 1-2 واي كبيرة زائد 1-2 جي كبيرة، فيكون 50% من الجيل الناتج يحمل النمط الوراثي جي كبيرة واي كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري ثمار مخططة بالأخضر والأصفر، و 50% يحمل النمط الوراثي جي كبيرة جي كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري ثمار خضراء. وأيضا يبدي الدجاج الأندلسي بالنسبة لصفة لون الريش الأبيض والأسود هذا النمط من الرجحان المشترك. فعند التهجين بين فردين أحدهما بريش أبيض والآخر بريش أسود، ينتج أفراد الجيل الأول بكامله بريش يحمل اللونين الأبيض والأسود، وهذا يعود إلى أن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري في الفرد متخالف اللواقح لتظهر لديه صفتا الأبوين معا. فإذا رمزنا لمورثة اللون الأبيض بالرمز W كبيرة ولمورثة اللون الأسود بالرمز B كبيرة، يكون النمط الوراثي للأب ذي الريش الأسود B كبيرة B كبيرة، بينما النمط الوراثي للأب ذي الريش الأبيض W كبيرة W كبيرة. وبالتالي فاحتمال الأعراس للأب الأول 1-1 بي كبيرة، وللأب الثاني 1-1 دبليو كبيرة، لينتج الجيل الأول بنمط وراثي 1-1 دبليو كبيرة بي كبيرة، والذي يعبر عن نفسه بالنمط الظاهري دجاج ذي ريش أبيض وأسود عند كامل أفراد الجيل الأول. وإذا أجرينا التهجين بين اثنين من أفراد الجيل الأول الذي يمتلك النمط الوراثي دبليو كبيرة بي كبيرة، يكون احتمال أعراس كل منهما 1-2 W كبيرة زائد 1-2 B كبيرة، وبالتالي تنتج أفراد الجيل الثاني التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالآتي: 1-4 W كبيرة W كبيرة دجاج ذو ريش أبيض، 1-4 W كبيرة B كبيرة دجاج ذو ريش أبيض وأسود، 1-4 W كبيرة B كبيرة دجاج ذو ريش أبيض وأسود، 1-4 بي كبيرة بي كبيرة دجاج ذو ريش أسود. فنلاحظ نسبة الأنماط الظاهرية الناتجة 1-2-1 والتي تختلف عن النسب المندلية 3-1، والسبب أن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري، فتظهر صفتا الأبوين معا في الفرد متخالف اللواقح. وبالمقارنة بين أنماط الهجونة الثلاثة الرجحان التام وغير التام والرجحان المشترك من حيث النمط الظاهري للجيل الأول ونسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني، نجد في نمط الرجحان التام تظهر صفة أحد الأبوين في الفرد متخالف اللواقح الذي يحمل صفة الأليل الراجح، وتكون نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني 3-1. وفي الرجحان غير التام تظهر صفة وسط بين الأبوين في الفرد متخالف اللواقح، وتكون نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني 1-2-1. وفي الرجحان المشترك تظهر صفة كل من الأبوين معا في الفرد متخالف اللواقح، وتكون نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني 1-2-1. وبالعودة إلى تجارب مانديل، نجد أن المورثة الواحدة مسؤولة عن تشكيل نمط ظاهري واحد للصفة الواحدة، ولكن قد تسهم المورثة الواحدة في إظهار أكثر من صفة واحدة، فتسمى بالمورثة ذات التأثير المتعدد مثل نبات الشعير.
الذي توجد فيه مورثة واحدة تشرف على صفتي كثافة السنابل وطول الفاصلة الأخيرة للنبات، وهما صفتان راجحتان على صفتين هما السنابل قليلة الكثافة وقصر الفاصلة الأخيرة للنبات. وتظهر نتائج التهجين بشكل مماثل للهجونة الأحادية من حيث نسبة ظهورها في الجيل الثاني أي 3-1. ولبعض المورثات إضافة إلى ما تبديه من أنماط ظاهرية هناك أثر آخر يؤدي إلى موت الفرد إما قبل ولادته أو بعد ولادته حتى مرحلة النضج الجنسي، مما يؤدي إلى انحراف هذه النسب عن المعندلية. وتسمى هذه المورثات بالمورثات المميتة، حيث يظهر الأثر المميت في حالة تماثل اللواقع، سواء كانت راجحة كبيرة كبيرة أو متنحية صغيرة صغيرة في حالات أخرى، بينما لا يظهر الأثر المميت لدى تواجدها في حالة تخالف اللواقع كبيرة صغيرة. وسندرس كمثال الدجاج الزاحف الذي تكون لديه غريزة الرقاد على البيض كبيرة، مما يجعله مرغوبا اقتصاديا من أجل التفقيس الطبيعي للبيض. يوجد في هذا الدجاج أليل راجح كبير يحدد دجاجا زاحفا، يعطي دجاجا زاحفا حيا في حالة تخالف اللواقع كبير صغير، وهو مميت في حالة تماثل اللواقع كبير كبير، بينما في حالة التماثل في الأليل المتنحي صغير صغير يحدد دجاجا طبيعيا ويكون الدجاج حيا. فعند إجراء التهجين بين سلالتين من الدجاج الزاحف يكون النمط الوراثي لكل من الأبوين كبير صغير، وبالتالي احتمال الأعراس لكل منهما 1/2 كبير زائد 1/2 صغير. وينتج الجيل الأول بأنماط وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالآتي: 1/4 صغير صغير دجاج طبيعي حي، 1/4 كبير صغير دجاج زاحف حي متخالف اللواقع، 1/4 كبير صغير دجاج زاحف حي متخالف اللواقع، 1/4 كبير كبير دجاج زاحف يموت جنينيا. فنلاحظ هنا تحول النسب المعندلية 3-1 إلى النسبة 2-1 بسبب موت الأفراد المتماثلة كبيرة كبيرة في المرحلة الجنينية. ونستنتج مما سبق أنه لا يمكن الحصول على سلالات صافية من الدجاج الزاحف بسبب موتها جنينيا، والمورثة المسؤولة عن صفة الزحف لدى الدجاج تمثل حالة خاصة للمورثة ذات التأثير المتعدد. وتمتلك الفئران أيضا مورثة متعددة التأثير، فأليل اللون الأصفر له تأثير سائد على اللون الرمادي حيث يعطي فئرانا حية ذات لون أصفر في حالة تخالف اللواقع واي كبيرة واي صغيرة، ولها أثر مميت في حالة تماثل اللواقع واي كبيرة واي كبيرة، بينما في حالة التماثل في الأليل المتنحي واي صغيرة واي صغيرة يحدد فئرانا رمادية حية. فعند إجراء التهجين بين فردين متخالفي اللواقح يحملان اللون الأصفر يكون النمط الوراثي لكل منهما واي كبيرة واي صغيرة، وبالتالي تكون احتمالات الأعراس لكل منهما 1/2 واي كبيرة زائد 1/2 واي صغيرة، فتنتج أفراد الجيل الأول التي تحمل أنماطا وراثية تعبر عن نفسها بأنماط ظاهرية كالتالي: 1/4 واي كبيرة واي كبيرة فئران صفراء تموت في المرحلة الجنينية، 1/4 واي كبيرة واي صغيرة فئران صفراء متخالفة اللواقع حية، زائد 1/4 واي كبيرة واي صغيرة فئران صفراء متخالفة اللواقع حية، زائد 1/4 واي صغيرة واي صغيرة فئران رمادية حية. وتنحرف النسبة عن المعندلية من 3-1 إلى النسبة 2-1 بسبب موت الأفراد متماثلة اللواقع واي كبيرة واي كبيرة في المرحلة الجنينية. وبالتهجين بين فرد أصفر متخالف اللواقع وآخر رمادي نتج لدينا بعض الفئران صفراء وأخرى رمادية، حيث يكون النمط الوراثي للفئران الصفراء واي كبيرة واي صغيرة، وللرمادية واي صغيرة واي صغيرة،
وبالتالي فاحتمالات الأعراس للأب الأول الأصفر 1 على 2 واي كبيرة زائد 1 على 2 واي صغيرة، وللأب الآخر الرمادي 1 على 1 واي صغيرة. فيكون نصف الجيل الناتج بنمط وراثي واي كبيرة واي صغيرة، والتي تعبر عن نفسها ظاهريا بفئران صفراء حية، والنصف الآخر بنمط وراثي واي صغيرة واي صغيرة، ويعبر عنها ظاهريا بفئران رمادية حية. نستنتج أنه لا يمكن الحصول على سلالات صافية من الفئران الصفراء بسبب موتها جنينيا، والمورثة المسؤولة عن صفة اللون الأصفر عند الفئران تمثل حالة خاصة للمورثات ذات التأثير المتعدد. وكما لاحظنا نرى أن التأثيرات المختلفة للمورثات وتفاعلها أدى إلى تشكيل أنماط ظاهرية جديدة، وهنا الذي يلعب دورا مهما هو قوة التعبير الجيني لكل مورثة في إظهار صفات جديدة لم يملكها أحد الأبوين. لذا التطور في الحياة بدأ من خلال التفاعل بين المورثات للمحافظة على وجود الكائن ضمن سلسلة متداخلة من التآثرات لتكوين الكائن الحي.